السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. الليلة دي بجد عايزين ناخد الشيطان النهاردة بالضربة القاضية، عايزين نجيب لمس أكتاف، لأن الموضوع خطير جدا وقدر إن هو يغوي كتير من شبابنا وبناتنا عشان يقعوا في المشكلة ديت. فالنهاردة هنقول له هنجيبك لمس أكتاف، وفي نفس الوقت هنبعت رسالة حب لإخواننا وأحبابنا اللي وقعوا في المصيدة بتاعته ديت. تعالوا النهاردة نخش جولة جديدة مع الشيطان، تعالوا نخش النهاردة صراع مع التدخين. حقيقي نفسي كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين وكل اللي وقعوا في الفخ ده، نفس ان هم يعرفوا انها مكيدة كبيرة من الشيطان عشان يبطلوا الدخان ان شاء الله، ونبدأ ما شاء الله صفحة جديدة كلها طاعة لله وكلها اتباع لرسول الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. لو جينا سألنا كتير من الشباب بتشرب دخان ليه، بعضهم هيقول لك والله عادة سيئة ادعي لربنا يتوب عليا، والتاني يقول لك والله بس انا عندي توتر عصبي فعشان كده بشربها اهو بنفس عن الهم اللي جوايا، والتالت يقول لك شفت بطل الفيلم يعني بصراحة كان السيجارة في ايده كانت بتلمع كده وحاجة كده منظر يعني وستايل، والرابع يقول لك والله يا شيخ محمود انت عارف بقى ده قضاء وقدر يعني، ولو ربنا يعني عايز ان انا ابطل السجاير كنت هبطلها، وانت عارف بقى اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. انا عايز رقم 4 ده اقول له حاجه صغيره خالص، لو قدر ربنا ان انا استلفت من حضرتك 5000 جنيه وقلت لك هدفعهم لك اول الشهر، فجيت لي اول الشهر عشان تاخد مني ال 5000 جنيه تقول لي فين ال 5000 جنيه يا شيخ محمود، اقول لك يا اخي انت عارف والله قضاء وقدر، لو ربنا اراد ان انا ارد لك الفلوس كنت رديتها لك، وانت عارف حبيب قلبي اللي مكتوب على الجبين يعني ايه لازم تشوف العين، هترضى بالكلام دوت؟ انا عارف طبعا ساعتها هتعملها تجيب لمس اكتاف. فالشاهد في الموضوع ان ما ينفعش ان احنا نحتج بالقضاء والقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. قول لي يعني انت عايزنا بطل دخان؟ هقول لك اقنعني، قول لي الدخان حرام ولا حلال؟ هقول لك ازاي ان الدخان ان شاء الله حرام، ولكن كل الكلام هيكون من دليل من الكتاب ومن السنه. صلى على حبيبك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه من القران قال جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قول لي هو ايه؟ هو الدخان بيقتل النفس؟ طبعا انت عارف اخويا وحبيبي ان اللي بيموتوا بسبب الدخان في العالم كله سنويا 4 مليون، حاجة صعبة. طب تعالى نشوف حاجة تانية، ربنا لما وصف حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بالله عليك الدخان طيبات ولا خبائث؟ قل لي طبعا خبائث، يبقى بيحرم ولا بيحلل؟ بيحرم صح كده. طب تعالى نشوف حاجة تالتة، قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وانت عارف ياما ناس اتأذوا بسبب التدخين السلبي، يبقى هو ما بيدخنش لكن اللي جنبه بيدخن وهو بيتأذي. تعال نشوف أدلة السنة بسرعة كده عشان ايه عايزين بجد نجيب لمس اكتاف في الجولة دي ان شاء الله. أدلة السنة قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ولا تضر غيرك. وضح حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن من مشاهد يوم القيامة أن أنت مش ممكن هتسيب أرض المحشر إلا لما تتسئل عن 4 حاجات، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، كم من ضمنها؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فواحد طبعا مش عاجبه الكلام ده بيقول يا شيخ محمود ده مش كلام يعني، انت بتقول لي السجاير حرام، احنا كل اللي عارفينه ان السجاير مكروهة. اقول لك طيب لو كانت مكروهة، هي طبعا حرام بس لو كانت مكروهة تفعل حاجة او تعمل حاجة ربنا بيكرهها ليه؟ يبقى انا اكيد لازم يكون عندي حب عالي او ربنا لدرجة ان انا لا يمكن اعمل حاجة ربنا بيكرهها. وفوق ده كله لو افترضنا حتى ان هي مكروهة، طب ما حبيبك صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اقول لك قصة حلوة، هقول لك قصة حلوة قوي. كان في واحد اسمه بشر الحافي. مين بشر الحافي ده؟ بشر الحافي ده كان من أقران الإمام أحمد، كان يعني من العلماء اللي عايشين في عصر الإمام أحمد، وكان قريب جدا لقلب الإمام أحمد بن حنبل. في يوم من الأيام قبل ما يلتزم وقبل ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كان عازم بعض أصحابه في البيت وعمالين بيشربوا خمر وبيسمعوا واحد بيعزف فواحد من الصالحين راح مخبط على بابه، فطلعت جارية فقال لها صاحب هذه الدار عبد أم حر؟ فقالت بل حر. قال أجل صدقتي إنه حر، فلو كان عبدا لعلم أن الله حرم هذا فالتزم بنعمة العبودية.
بشر الحافي سمع الكلمه فخرج للراجل فقال له حضرتك قلت ايه؟ قال له قلت كذا وكذا وكذا. قال له بل عبد لله، بل عبد لله، وبكى وجلس على الارض وظل يبكي وتاب الى الله عز وجل. فعايز اسالك سؤال اخويا وحبيبي، وبقول لك اخويا وحبيبي عشان ما تكونش زعلان مني، انا خايف عليك، انا مش بقول لك الدخان حرام عشان انت تزعل مني، انا بقول لك عشان انا خايف عليك، خايف على صحتك وعلى دينك وعلى مالك وعلى زوجتك وعلى اولادك، خايف عليك كلك، خايف لما تقف في ايدين ربنا ويسألك انت دخنت ليه، انت ما مالتش فمك ليه بعطر السواك الجميل وبالتسبيح والتهليل والتحميد بدل ما تشغل فمك بالسجارة التي حرمها الله عز وجل. عايز اقول لك حاجة صغيرة خالص، فلو كنت قبل ما تولع كل سجارة تسأل نفسك انا حر ولا عبد؟ فلو عبد اعرف ان ربنا حرمها عليك، ولو حر اعمل اللي انت عايزه، بس تذكر قول المولى عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخوي وحبيبي، حد فيكم فكر مرة يسأل نفسه إيه كم الأمراض اللي ممكن تتسبب فيها السجارة ديت؟ أمراض كتيرة جدا، أنا مش عايز أزعجك كتير، لكن كتير جدا من أنواع السرطانات ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا آمين، كلها بسبب السجارة. تصلب الشرايين بسبب السجارة، أمراض القلب بسبب السجارة، تعجل الشيخوخة بسبب السجارة، الإجهاض لو كانت المرأة حامل وبتدخن بيكون أيضا بسبب السجارة. طب تعالى أقول لحاجة صغيرة خالص، هو جوه السجارة في مادة كلنا عارفينها بنقول اسمها النيكوتين. النيكوتين انت عارف ان شركات التدخين بتخدعنا كلنا وبتضحك علينا وبتحط نسبة كده مكتوبة على علبة السجاير من برة انها 1 من 1000 او اقل او اكثر، لكن هي النسبة بتبقى كبيرة جدا، خد بالك، وهم مش عايزين يقولوا عشان تدمن السجارة وتتأذي، وانت عارف ان النيكوتين دي اصلا مادة سامة، ومهما بلغت النسبة من الضآلة حتى لو كانت قليلة اخويا وحبيبي، فمع تكرار شرب السجارة بيتكون عدد كبير من قطرات النيكوتين، والكمية بتزداد وتزداد وبتضر وبيحصل لك مشاكل. واللي كتير من المسلمين حبايبنا ما يعرفوهوش ان النيكوتين ده اصلا ماده سامه وكان بيستعمل كمبيد حشري. ولو عايز تعرف خطوره الموضوع هات سيجاره وانقعها في ميه من بالليل للصبح، لو شربت قطه من الميه ديت هتموت، اوعى تعمل كده، لان النبي قال دخلت امراه النار في هره فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأوعى تعمل كده. فالتدخين موت بالبطيء أخويا وحبيبي، عشان كده بقول لك ببعت لك رسالة حب وبقول لك ارحم نفسك وشبابك وصحتك وبطل تدخين، ربنا يبارك في عمرك. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص تحت عنوان وشهد شاهد من أهلها، في أحد الكتب قرأت رسالة جميلة قوي، إن كان في واحد اسمه جيرمين ماكلارين، الراجل دوت كان بيعمل إعلانات لأكبر شركة سجاير في العالم. الشركة ديت كان هو بيطلعوا له الإعلان يلبس القبعة كده زي رعاة البقر، وهو كان راجل يعني وسيم وجميل. الراجل ده في آخر أيامه بسبب الدخان أصيب بسرطان الرئة، فبعت رسالة لكل العالم قال لهم التدخين يقتلكم وأنا الدليل وشهد شاهد من أهلها. لو سألت أخويا وحبيبي أي واحد في الدنيا أدمن المخدرات قول له كانت السكة وكانت الخطوة الأولى ليه كانت إيه؟ هيقول لك هي السيجارة، كانت البداية السيجارة وكانت النهاية الهيروين والكوكايين والإدمان والضياع في الدنيا. ربنا عارفين وعافيك يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضى المسلمين ويعفو عن جميع المسلمين يا رب العالمين، ويبطلوا كلهم الدخان ان شاء الله. اخويا وحبيبي، مره سالت نفسي سؤال، قلت هي السجاره لما واحد بيولعها حتى لو ما شربهاش، مجرد انه يولعها ويسيبها بتفضل ولعه من اولها لاخرها ما بتطفيش ليه؟ مع انك انت لو جبت ورقه برضه وبرمتها كده وولعتها بالنار هتطفي في ساعتها على طول ما دام هي مبرومه ومعموله كده مضغوطه زي السيجاره. فسالت عن السبب، فسالت واحد كان شغال في شركه دخان، فقال لي هقول لك على سر عجيب جدا ما اقدرش اقوله لحد. قلت له اتفضل. قال لي وان كان بعض الناس يعرفوه لكن مش كل الناس يعرفوه، التبغ اللي بيجي لنا شركات الدخان بنفضل نقعينه في الخمر لمده تتراوح ما بين 3 شهور ل6 شهور لحد ما التبغ دوت يعني خلاص يتشرب بالخمر، بعد كده بندخله مرحله التصنيع والدخان. ولذلك هو عشان التبغ مشبع بالخمر بيفضل والع حتى لو ما شربتوش. عشان كده تذكرت قول النبي عليه السلام كما عند مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. لا ده في حاجة تانية بلاء أشد من الدخان، أشد من السجارة، الشيشة. الشيشة اللي كنا زمان بننظر لها نظرة سيئة الآن بينظروا لها نظرة تمدن وحضارة.
انك تلاقي النهارده ما بقاش الطبقه البسيطه هي اللي بتشرب الشيشه، لا ده بنات الجامعه وشباب الجامعه بيقعدوا على المقاهي ويتفخروا ويقول لك ده بشرب شيشه يعني بمعسل تفاح وحاجات كده، وكل دي حاجات يعني ما بتضرش وما بتعملش، والدخان بيتكرر في الميه، ونسيوا ما خدوش بالهم ان المشكله الكبيره في الخرطوم نفسه اللي بيوصل الدخان للي بيشرب الشيشة. الخرطوم ده كله مليان جراثيم وميكروبات وبيتنقل من فم ده لفم ده، وفي النهاية الضحية هي انت اخويا وحبيبي. في الاخر قبل ما نطلع الفاصل عايز اقول لك ان بكل اسف التدخين، بقول قد وحط تحت كلمة قد 1200 خط، قد يتسبب في سوء الخاتمة لسببين. عارف السبب الاولاني ايه؟ ان المدخن مصر على المعصية لانه بيشرب السجارة وبيكررها كل يوم 20 و40 و60 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحاجة التانية ان فيها مجاهرة بالمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وانت عارف يا ما ناس أخويا وحبيبي ماتوا والسجارة في إيديهم. أنا أتمنى ان أنا وانت نموت والمصحف في إيدينا. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد تعالوا نكمل حبيبي، ببعت لكم رسالة حب من هذه الحلبة ومن المكان دوت عشان أقول لكم والله العظيم خايف عليكم وبحبكم وبتمنى الخير لكل مسلم وأتمنى ربنا يبعد عنكم كل شر. تعال نشوف الإسلام، يعني الإسلام تعهد بحفظ الضروريات الخمس. كان من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ليه؟ حفظ النفس والعقل والمال والدين والعرض. تعالوا نشوف موقف التدخين من حفظ الضرورات الخمسة دي شكله ايه وعمل ايه. تعالوا نتكلم اولا عن حفظ الدين. السيجارة هل تعود بالخير للإنسان على دينه؟ ازاي هتعود اذا كان اصلا السيجارة بتشغله عن ذكر الله وعن القرآن؟ حد فيكم حبايبي متخيل انه ممكن يكون واحد ماسك سيجارة وهو بيسبح؟ حد ممكن يتخيل ان واحد ماسك سيجاره وهو بيقرا القران؟ طبعا يقينا لا. السيجاره ممكن تاخد منك وقت قد ايه؟ حوالي 5 دقائق. عارف ال5 دقائق دول ممكن تعمل ايه؟ والله العظيم والله الذي لا اله غيره يبني لك 5 بيوت في الجنه. تقرا قل هو الله احد 50 مره، لو قراتها كل 10 مرات يبني لك بيت في الجنه. لو قلت سبحان الله العظيم وبحمده 50 مره في دقيقه يتغرس لك 50 نخله في الجنه. لو صليت الضحى 4 ركعات يبني لك بيت في الجنه. تخيل 5 بيوت يتبنوا لك في الجنه و50 نخله تزرع لك في الجنه في 5 دقائق في الوقت اللي هتقضيه في شرب سجاره. حاجه تانية ان السيجاره ممكن تذهب بمروءه الانسان. ايه الدليل على كده يا جماعه؟ ممكن تلاقي واحد، مش معنى كده بقول كل اللي بيدخن بيعمل كده، انا بقول ممكن تلاقي واحد بيشرب في اليوم 2 سجاير وسايب ولاده من غير اكل وشرب. انا اعرف ناس كده. ممكن يقعد يشرب في الاماكن العامه في المواصلات، ولو واحد قال له لو سمحت صدري تعبان ممكن تبطل سجاير لو سمحت، يقول له لو سمحت لو عاجبك انت انزل اركب تاكسي، او لو مش عاجبك انزل اركب تاكسي. ممكن يشرب في اماكن تانية ويؤذي الناس في المساجد في الاماكن العامه في اي في سوبر ماركت في اي حته. ممكن يسمع اذان الفجر وما يقومش يصلي، ولو هفت عليه سجاره يقوم في عز التلج يشربها، ولو ما لقاش سجاير في البيت ينزل يدور في الشوارع على سوبر ماركت مفتوح عشان يشتري منه علبه سجاير ولا يلبي نداء الفجر. قد ايه السجاير بتضر الانسان في دينه؟ طب تعالوا نتكلم عن حفظ العرض. ايه موقف السجاير من حفظ العرض؟ السجاير بتسيء لسمعه الانسان، يتقال فلان ده ما شاء الله انسان فاضل وخلوق بس عيبه انه بيشرب سجاير. الولد ابني ده كان زي الفل، الست تقول كده، الولد ابني كان زي الفل وممتاز لحد ما تلم عليه شله علموه شرب السجاير، فبتقضح في سمعه الانسان. تعالوا نشوف موقف السجاير من حفظ النفس. السجاير بتدمر النفس وتدمر الصحة. أخويا حبيبي معلومة صغيرة، ضحايا الإيدز في خلال 10 سنين اللي فاتوا دولت كان حوالي 1.5 مليون، كان منهم 300,000 ماتوا في كم سنة؟ في 10 سنين. ضحايا التدخين كل سنة 4 مليون بيموتوا، يعني ضحايا التدخين أشد من ضحايا الإيدز. تعال نشوف موقف التدخين من حفظ المال. التدخين مضيعة للمال. أخويا وحبيبي ربنا بيعطيك الرزق بيعطيك المال وانت بتحرق الرزق دوت، وكأن ديت فيها شيء من كفران النعمة. صح ولا أنا غلطان؟ قال أحد السلف لو أنفق الرجل ماله كله في الحلال
ما كان ذلك تبذيرا، ولو أنفق مدا في الحرام كان ذلك تبذيرا. تعالوا نشوف موقف الدخان من حفظ العقل. الدخان والسجاير بتدمر خلايا المخ، فهل حد ممكن يتخيل بعد كده ان واحد يصر على السجاير وهو عارف ان ربنا حرمها وان نبينا حرمها صلى الله عليه وسلم؟ فوق ده كله انت بتتحمل مظالم اخويا وحبيبي، والله ببعت لك رسالة حب من قلبي لاخويا وحبيبي اللي بحبه في الله وبتمنى له الخير وبتمنى ان مفيش اي شر يصيبه. التدخين السلبي، انت بتشرب وغيرك بيتأذي، انت في البيت بتشرب زوجتك وولادك بيتأذوا، في المسجد اللي بيصلي جنبك مأذي، في العمل زمايلك مأذيين، في المواصلات الناس بتتأذي، عمال بتأذي ده وبتأذي ده، وممكن واحد يكون مريض صدر تشرب جنبه وتجيب له أزمة ممكن يموت فيها ولا يروح فيها وتكون انت السبب. اوعى تتحمل المظالم ديت، ربنا يحفظنا يحفظك. وعايز اقول لك حاجة صغيرة خالص ملحوظة بسيطة، حديث البخاري ومسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من اكل ثوما او بصلا، ثوم او بصل والاثنين حلال، فليعتزل مسجدنا ولا يقرب مسجدنا. خد بالك، فاذا كان النبي نهى المسلم لو اكل ثوم او بصل وفضلت الريحه موجوده نهى انه يروح يصلي في جماعه عشان ما يأذيش المسلمين المصلين وما يأذيش الملائكه، فما ظنك باللي بيشرب دخان محرم ويدخل بيت ربنا؟ ربنا يحفظنا يحفظكم. تعالوا نشوف ايه اثار التدخين على الاقتصاد في عجاله سريعه كده. في مصر يا جماعه، في مصر بس بتستهلك 8 مليار سيجارة سنويا، الحكومة بتنفق 3 مليار على أضرار التدخين، على علاج الأمراض الناتجة عن أضرار التدخين. العالم العربي بيستهلك 52% من منتجات شركات الدخان، يعني احنا بنعطي أموالنا لأعدائنا وبنقتل بيها أنفسنا. أسأل سؤال صغير حضرتك، في ناس بتدخن بقالها 40 و50 سنة، حضرتك ممكن تتخيل ان في خلال المصاريف او خلال مئات الالاف اللي انت انفقتها على الدخان خلال 50 سنة كان ممكن تعمل بها ايه؟ كان ممكن تجيب فيلا على النيل وتجيب سيارة احدث موديل وتملى بيتك اجمل اثاث وتطلع الحج والعمرة كل سنة وتنفق على اليتامى، وكان ممكن تبني مسجد. كل دوت بالبلدي كده كان ممكن تعيش أجمل حياة لو أنفقت الفلوس اللي صرفتها 50 سنة على الدخان، لو أنفقتها في أوجه الخير. أخويا وحبيبي، فاكر حضرتك القنبلة اللي اترمت على هيروشيما وناجازاكي؟ فاكر حضرتك كان الضحايا بتوعها وما زلنا بنتكلم وبنتحدث عن المأساة الأخلاقية اللي حصلت ديت؟ قد إيه كانت مأساة إنسانية؟ كان ضحيتها قد إيه؟ ربع مليون، ربع مليون، وما زلنا بنتكلم من الحرب العالمية الثانية لحد النهاردة بنتكلم عن مأساة هيروشيما وناجازاكي، مع ان ضحايا التدخين كل سنة 4 مليون ولا تعليق. اخويا وحبيبي عايز اقول لك حاجة، لو كنت في يوم من الايام شربت الدخان عشان بتقلد الغرب وظنيت ان ديت من الحضارة، عايز اقول لك خبر ممكن يكون ما وصلكش: الغرب بطلوا تدخين، او اغلب الغربيين بطلوا تدخين بالفعل. فلازم نبطل، مش عشان الغرب بطل، عشان ربنا امرنا ان احنا نبطل. الصين لم تنهض الا لما حربت الافيون، اوروبا لم تصل الى النهضة اللي هي فيها ديت الا ما بعد يعني قيادة شرب الخمور في العطلات الاسبوعية فقط، انما في ايام الشغل ممنوع حد يشرب خمر. هقول لك على خبر حلو قوي، من سنة 1964 ل 1988 في الفترة ديت 30 مليون أمريكي بطلوا دخان و10 مليون بريطاني بطلوا دخان. بطلوا ازاي؟ تعال اقول لك في عجالة سريعة بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، منعوا اعلانات السجاير في التلفزيون والاماكن العامة، ده رقم واحد. رقم اتنين، الزموا شركات الدخان ان يكتبوا على علبة الدخان على مساحة 40% التدخين قاتل، ورغم ذلك الناس ما بطلتش. رفعوا نسبة الضرائب فزاد سعر السجاير، ورغم ذلك ما بطلوش. فجم في الفكرة الرابعة والأخيرة وهي دي اللي قضت على التدخين تماما، قالوا طيب هو أصلا إيه المشكلة في التدخين؟ مشكلة في التدخين مشكلة نفسية، ان شركات الدخان اوهمت الرجل ان هو لما بيشرب الدخان بيبقى اكتر جاذبيه للنساء، والناس بتحب جدا الرجل او النساء بتحب الرجل المدخن، واوهموا المراه ان هي بتكون اشد انوثه وجاذبيه للرجل لو هي دخنت. فقالوا طب خلاص احنا نعمل بقى العكس، نعمل حمله دعائيه ونعمل تصرفات معينه وقوانين معينه تخلي الانسان ده يشعر مش ان هو جذاب، لا يشعر ان هو منبوز في المجتمع ومحدش عايزه. فعملوا ايه؟ فمنعوا التدخين في الايه؟ في الطيارات، ده رقم واحد. تاني حاجه، في المطاعم، منعوا التدخين في المطاعم وخلوها في ايه؟ دورات المياه فقط. رقم ثلاثة، خلوا التدخين في المصالح الحكومية في حمامات ضيقة جدا لدرجة المدخنين بقوا هم نفسهم متضايقين من بعض. رقم أربعة، منعوا التدخين في كل الأماكن العامة لدرجة إن أي واحد عايز يشرب سيجارة
لازم يطلع بره في البرد القاتل عشان يشرب سيجارة. جم في المطارات عملوا غرف زجاجية بحيث لو حد حب يدخن كلهم يجتمعوا مع بعض في غرفة زجاجية ويبقوا فرجة للي رايح واللي جاي. فحسوا ان هم منبوذين وبقى شكلهم بشع جدا. ف 30 مليون امريكاني بطلوا تدخين و10 مليون بريطاني بطلوا تدخين. اخويا وحبيبي الغرب بطل تدخين، انت لسه مش ناوي تبطل؟ والله بعتها لك رسالة حب وبحبك وبقول لك والله العظيم بتمنى ان انت بدل ما تشرب سيجارة استعمل سواك، بدل ما تغضب ربنا قرب من ربنا اكتر، بدل ما تعمل حاجة تغضب ربنا خليك ورا النبي عشان تخش الجنة ربنا يبارك فيك. طيب كيف تقلع عن التدخين؟ في عجالة سريعة كده، عناصر سريعة عشان الوقت. اول حاجة استعين بالله. خد بالك من حاجة، انا مرة جربتها مع واحد قلت له السجاير والدخان وكان قال لي والله عايز ابطلها، بس على فكرة انا لو عايز ابطلها في اي وقت ان شاء الله هبطلها، انا عندي عزيمة قوية جدا. قلت له يبقى مش هبطلها. قال له ما بطلها ازاي؟ قلت له تمسكها دلوقتي قدامي وتقطع العلبة، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وقول له يا رب يا حبيبي ماليش غيرك وماليش قدرة ان ابطل السجاير، انت اللي قويني يا رب وطلعها من قلبي. قطع العلبة وما رجعلهاش تاني لانه استعان بالله. يبقى رقم واحد استعين بالله. تاني حاجة أخلص النية، أنا مش هسيب الدخان عشان هو بيأثر على صحتي وفلوسي، أنا هسيب الدخان لأن ربي حبيبي حرمه عليا، فلا يمكن أشرب حاجة ربنا بيحرمها أو حتى ربنا بيكرهها. رقم تلاتة ابعد عن أصدقاء السوء اللي بيعينوك على الدخان، اللي قلت لهم انا بطلت قالوا لك اه يبقى انت ما بقتش راجل، يبقى انت كذا، يبقى انت كذا. ابعد عنهم لحد ما ربنا يكرمك وتثبت، وارجع وادعوهم الى الله عشان هم كمان يبطلوا. رقم أربعة تجنب الأماكن اللي بيجتمع فيها المدخنون. ليه؟ عشان ما تتأثرش بريحة الدخان. رقم خمسة ما تقعدش في نفس المكان اللي كنت بتدخن فيه عشان ما تفتكرش الدخان. رقم ستة فكر في سعادة زوجتك وأولادك، وإنك يا ما أزيد زوجتك بريحة الدخان ويا ما أزيد أولادك وأطفالك. التدخين قدام الأطفال جريمة، جريمة. الطفل بيتأذي والطفل بيطلع ويتشبع بحب الدخان بسبب إنه شاف أبوه قدوته وأسوته، اللي هو يعني طبعا أسوته وقدوته هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن برضه قدوته في الحياة برضو أبوه بيشرب منه وبيشبع منه، فلما شافه بيدخن طلع زيه بيدخن. فكر في ان انت هتسعد اسرتك لما تسيب الدخان. تذكر ان انت ممكن تكون بتتحمل مظالم كتيرة بسبب انك ياما اذيت ناس في المواصلات العامة وفي الاماكن العامة وفي المساجد وفي كل مكان. ابعد عشان تتخلص من المظالم ديت. رقم 8 قول لكل اللي حواليك انا بطلت دخان، ساعدوني ان انا استمر بالله عليكم. رقم 9 مارس رياضة عشان النيكوتين يطلع من جسمك وعشان تفوق ويبقى صحتك حلوة ونفسك يبقى جميل ووشك يبقى منور. رقم 10 كل اللي كنت بتنفقه على التدخين يا ريت اعمل بخير، انفق على اليتامى، شارك في بناء مسجد، اعمل كل دير مية، اعمل اي خير وربنا هيثبتك بسبب العمل الصالح. لو حبيت تروح لطبيب يساعدك بفضل الله على برضو على ترك التدخين ويعطيك بعض الأدوية لا بأس في هذا. وآخر حاجة عايز أقولها لك، لو حاولت مرة وما وفقتش وحاولت مرة تانية وما وفقتش اوعى تيأس واستعن بالله وارجع لربنا وقول له يا رب ماليش غيرك، وقوم وصلي وادع واستغفر وان شاء الله ربنا يكرمك وتبطل التدخين. لو اقتنعت بكلامي بالله عليك قول لي انا جددت البيعه النهارده مع رسول الله وهترك الدخان وقابل النبي على الحوض، قول له يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام سمعت المحاضره دي على قناه اقرا وبطلت الدخان وبجدد البيعه معك يا رسول الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير، بحبكم في الله. احنا كده ان شاء الله جبنا الشيطان لمس اكتافه وضربناه بالضربه قضية وانتصرنا في الجولة ديت. ان شاء الله كل اللي سمعوني يبطلوا دخان وربنا يجمعنا وياكم على الخير. والله كل اللي هيبطل دخان الليلة دي والله لادعيله ان شاء الله الليلة دي في التلت الاخير من الليل ان ربنا يجمعني واياه مع النبي في الفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفعنا واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشارع.